بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله از ابتدای آیه 103 سوره مبارکه صافات رو تلاوت میکنیم. جهت تجدید در فرج آقا زمان یک صلوات بفرست. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا عليه في الآخرين
سلام على
والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم
فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي